وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا محمد الجالي الكاتب الصحفي باليوم السابع. بعد التحية، كيف ترى زيارة الرئيس السيسي للصين وما تضمنته من لقاءات مع المسؤولين الصينيين ومشاركته في المنتدى العربي الصيني؟ تحية حضرتك والمشاهدين. بالفعل يعني هي زيارة ناجحة اختتمت اليوم كما ذكر التقرير بلقاء رئيسي شركتين مهمتين لبحث المشروعات المتاحة للتعاون المشترك. والرئيس خلال هذين اللقاءين أكد على حرص القاهرة على العمل على زيادة حجم وتطوير تعاونها مع الشركات الصينية العاملة في مصر، وبالتالي كان هناك تثمين من جانب هذه الشركات للتطور الهائل بقطاعي الإنشاءات والبنية التحتية في مصر، وأيضا تأكيدهم على أن مصر من أكبر الأسواق الواعدة في مجالات الطاقة والهيدروجين الأخضر. فيما يتعلق بهذه الزيارة التي تأتي في توقيت بالغ الأهمية في إطار يعني شايفين الأحداث اللي حوالينا والأوضاع في غزة وأوضاع العالم كله، وبالتالي مصر منفتحة في كل علاقاتها على كل الدول. منذ أيام رأينا وفد الكونجرس الأمريكي اللي أكد على الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وأكدوا على دور مصر في أمن واستقرار المنطقة، وأشادوا بدورها وجهودها في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات بكميات كافية إلى غزة. تأتي هذه الزيارة أيضا في إطار هذا التنوع في العلاقات وبحث صحيح. مصر عن مصالحها المشتركة. رأينا الاتفاق والبيان المشترك الذي صدر بين الجانبين المصري والصيني بمناسبة زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الصين، والتأكيد الحرص من الجانب الصيني على مراعاة شواغل ومصالح مصر المشتركة ومنها دعمها للمشروعات التنموية المصرية، وأشادوا أيضا بمبادرة حياة كريمة التنموية، وأكدوا أيضا على دعمهم لحقوق مصر التاريخية في مياه النيل. وأيضا من جانبها مصر أكدت على وحدة دولة الصين الشعبية ومنها تايوان أيضا. صحيح، لكن هناك توافق كبير بين مصر والصين في دعم القضية الفلسطينية والمواقف يمكن متشابهة بشكل كبير جدا. هل هذا التوافق سوف يؤدي إلى دعم القضية الفلسطينية، ويمكن البناء على ذلك كمان الوقوف أمام العدوان الإسرائيلي وتصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟ بالفعل يعني الدولة الصينية دولة كبيرة وهي قوة في العالم وتحترم من الجانب الغربي والجانب الأمريكي والأمريكي، ومصر دولة محورية في المنطقة. نتحدث عن حضارتين كبيرتين، هناك دول كبيرة لكنها لا تمتلك مثل هذه الحضارة التي تمتلكها مصر ويمتلكها الصينيون، وبالتالي حتى في إطار التوافق الثقافي والاجتماعي هناك مشروعات مشتركة، وهناك تقدير لرؤية الرئيس السيسي فيما يتعلق بالأحداث. هناك تجاوب على ضرورة وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات، عدم التدخل في شؤون مصر الداخلية، هناك اهتمام بالتأكيد على استقرار مصر وعدم انجرارها لهذا الصراع الكبير الذي سيودي بحياة الأمم وليس المنطقة. بحسب المنطقة لا تحتمل المزيد. يمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني في مباحثتهما في قاعة الشعب يعني عندما حذر الرئيس السيسي من الخطورة البالغة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية على الأصعدة الإنسانية والأمنية والسياسية، كان هناك اتفاق مع الرئيس الصيني على ضرورة وقف إطلاق النار فورا في غزة، وأكد الرئيس الصيني أيضا هذا الأمر حذرت منه مصر منذ 7 أكتوبر وفاطمة له العالم، وتغير الرأي العام العالمي لصالح هذه القضية، وباتت إسرائيل اليوم في عزلة. وما هذه الإبادة البشرية، وطالما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة. أنا بشكرك شكرا جزيلا محمد الجالي الكاتب الصحفي باليوم السابع، شكرا جزيلا لك.